يستهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مشواره في رحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الكروي الجديد 2022-2023 بمواجهة نظيره سموحة بملعب المقاولون العرب مساء غد الأربعاء، مواجهة فنية من طراز رفيع المستوى من خارج الخطوط تجمع المخضرم البرتغالي مانويل فيريرا المدير الفني بالزمالك بطارق العشري نظيره في سموحة. ويواجه فيريرا فريق نادي سموحة للمرة الرابعة خلال رحلته على رأس الجهاز الفني داخل القلعة البيضاء، ونجح فيريرا في التفوق على سموحة وقيادة الزمالك بامتياز خلال المواجهات الثلاثة الماضية، وكانت بداية مواجهات فيريرا بسموحة في ملعب الإسكندرية بلقاء الدور الثاني من الدوري موسم 2014-2015، واستطاع الفارس الأبيض من التفوق بهدف دون رد. وتجدد اللقاء بين الزمالك وسموحة بمنافسات كأس مصر موسم 2014-2015، وتمكن نجوم ميتو عقبة من تخطي عقبة الفريق السكندري وإزاحته إثر ركلات الترجيح. وفي الموسم الماضي ومنافسات الدوري 2021-2022 قاد فيريرا الزمالك للفوز على سموحة ضمن لقاءات الدوري الثاني من المسابقة بهدفين دون رد بملعب القاهرة الدولي. الزمالك يتطلع لبداية قوية وحسم النقاط الثلاثة الأولى في طريق الحفاظ على اللقب في الوقت الذي يرغب خلاله فيريرا من مواصلة التفوق على سموحة للمرة الرابعة.